مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور، ويا هلا ويا مرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة وهذا النقل المباشر مشاهدينا الكرام من ساحة التراث، حيث تتواصل أيام الشارقة التراثية في هذه الدورة التي تأتي تحت شعار التراث والمستقبل من منطقة قلب الشارقة، وكذلك تتواصل الأيام هناك في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة، البعض منها أسدل الستار على أيام الشارقة التراثية فيها، ولكن تتواصل هنا مشاهدينا الكرام حتى الموعد المحدد، فرصة لزيارة ما تبقى من هذه الأيام، حيث الندوات الفكرية وورش العمل والأجنحة الخاصة بالدوائر والهيئات والمؤسسات، بالإضافة إلى مشاركات الدول الشقيقة والصديقة العربية منها والأجنبية، كل دولة تستعرض تراثها وإمكانياتها ومقوماتها. لا شك بأن هذه الفرصة ثمينة، ولنستغل ما تبقى من أيام حيث تتوفر أفضل التجهيزات من ناحية البنية التحتية، سواء في مواقف المركبات أو حتى الدخول والخروج، الأمور بفضل من رب العالمين ميسرة ومسهلة على الجميع. أشاهد وأنا قادم إلى هذا المكان في كل مرة توافد الجميع، سهولة الدخول والخروج والانسيابية كذلك، يعني لا شك مشاهدينا الكرام بأن في جعبتنا في كل حلقة، ومن ضمنها هذه الحلقة كذلك، العديد من المواضيع التي لها علاقة في التراث، وكذلك في مشاركة ضيوف أيام الشارقة التراثية وغيرها من المواضيع الهامة. ولكن كما جرت العادة في بداية كل حلقة، سأنتقل لأرحب بالزميلة شماء المازمي التي ترافقني في حلقة اليوم، والتي تتواجد في أحد زوايا أيام الشارقة التراثية لتطلعنا على جديد الأيام في هذا اليوم. مساء الخير يا شمة، وأنتقل إليك بالصوت والصورة. مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويسعدني أن أرحب بكم هنا من ساحة أيام الشارقة التراثية، والتي تأتي بتنظيم من معهد الشارقة للتراث للمحافظة على هذا التراث ونقله للأجيال القادمة ليطلعوا عليه ويتعلموا منه. مشاهدينا، هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة والفعاليات المقامة في هذه الساحة، ومن ضمنها مجلس الدامة، وإحنا متواجدين هنا حاليا لنتعرف أكثر عن هذه اللعبة. ومعي الآن فهد أحمد بوفرسن، منظم في مجلس الدامة. بداية نرحب بك معنا. يا هلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك. دعنا نتحدث عن مشاركتكم بداية في أيام الشارقة التراثية. بدعوة كريمة من معهد الشارقة التراث، طبعا شاركنا في أيام الشارقة التراثية النسخة 19. طبعا السنة كانت عندنا بطولة، غمنا بطولة من عدة دول، الكويت والإمارات ومملكة البحرين وخطر أيضا، وكان عندنا ضيف شرف اللي هو بطل العالم في اللعبة اللي هو فايق يلدز من تركيا. طبعا نظام البطولة كان نظام الدوري، لعبنا 11 جولة جمع نقاط، وأحرزها اللاعب هارون الرويح من دولة الكويت. طبعا تكلم عن لعبة الدامة، لعبة الدامة لعبة شعبية قديمة تمارس في أكثر من أكثر دول العالم وأهمها دول الخليج. طبعا لعبة الدامة تحولت في الآونة الأخيرة من لعبة شعبية إلى لعبة دولية، أصبحت لها بطولات، أصبحت لها ملتقيات. طبعا لعبة الدامة أيضا لها مؤلفات ولها اتحاد أيضا. خلينا نتكلم عن لعبة الدامة أو قواعد اللعبة أو من شنو تكون اللعبة. طبعا لعبة الدامة تلعب برقعة أو ما تسمى، احنا نسميها لوح خشبي أو رقعة ورقية، تتكون من 64 مربع، 12 64 مربع لكل لاعب، 16 بيدق المجموع 32 بيدق. طبعا تلعب بالتناوب لشخصين، خطوة إلى الأمام في مربع فاضي أو اليمين أو اليسار.
كيف شفتوا الإقبال على البطولة هذا العام، وخصوصا ما شاء الله لاحظت أن اليوم السنة هذه المجلس مشاركته أكبر من المشاركة العام الماضي؟ صحيح، المشاركة كانت كبيرة لله الحمد. طبعا الأخوان في معهد الشارقة، معهد الشارقة للتراث برأسة سعادة الدكتور عبد العليم سلم والأخ صقر محمد رئيس لجنة مجلس الدامة، مو مقصرين صراحة بالدعم يعني لأكثر من رائع، كل سنة يبهرون أحسن ويعني الاهتمام واضح منهم. فالحمد لله كانت السنة المشاركة زادت السنة، ومثل ما قلنا استضافنا السنة استضافة والجماعة بطل اللعبة في العالم اللي هو فايق يلدز من دولة تركيا، وطبعا الإقبال كان عليها جدا شديد. وأنت مثل ما تشوفين المجلس طول الأيام يعني العدد كل يوم مزدحم. طبعا عندنا بعد غير الدورة كانت في دورة تدريبية للناشئة والمبتدئين، طبعا مو بس المجلس في بطولة، المجلس في بعد دورة تدريبية نعرف عن لعبة الدامة. فندعو الجميع إن شاء الله أن احنا إن شاء الله متواجدين إلى آخر مهرجان، وندعو الجميع إن شاء الله أن يزورنا ويتعلم اللعبة. بما أنك تحدثت أن في دورات تدريبية، أكيد هذا الشيء يزيد من إقبال اليوم اليافعين والشباب على هذه اللعبة، خصوصا أنها لربما يعني حين في الجيل القديم أكثر معروفة من الجيل القديم من الجيل الجديد. والله أنا أختلف، يعني أختلف، لأن في كلام أو أكثر الناس يقولون أن هذه اللعبة هي لعبة شباب أو شياب. بالأكثر اللعبة مو لعبة شياب، لعبة يلعبونها كثيرين من الشباب يمارسونها. فإن شاء الله يعني بدعم الأخوان الموجودين في معهد الشارقة للتراث إن شاء الله إحنا نوصلها يعني للجيل. بس هي أنا في وجهة نظري مو لعبة شياب. بالعكس، وجودكم أصلاً هني يعزز من انتماء الشباب لهذه اللعبة، ممكن حتى أن في شباب يحبون أن يتعلمونها. فلو تحدثنا عن الدورات اللي تقدمونها أكثر، متى التوقيت، المجال مفتوح لأي فئة عمرية؟ طبعاً المجال مفتوح للجميع، سواء النساء رجال، ما عندنا فئة عمرية محددة. كل يوم احنا موجودين من الساعة 4:30 إلى الساعة 10. كان في بعد فرع في منطقة خورفكان، وايضا في فرع بعد في مدينه كلبه. فالحمد لله مثل ما قلت لك الجماعه مو مقصرين، يعني ان شاء الله ان اللعبه ترجع الى سابق عهدها ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله عندنا اليوم العديد من الرجال موجودين، فوين العنصر النسائي؟ متى بتسوي لنا نحن بعد بطوله، ولا هل نحن في نفس البطوله؟ موجود العنصر النسائي، موجود، يعني اللعبه مو مقتصره على الرجال، في لاعبين. يعني في بطوله انا شاركت فيها، بطوله دوليه، وباريت يعني النساء. كونك أنت متباري في هذه اللعبة، هل تحس الخبرة والأقدمية تغلب العنصر الجديد من الشباب، سواء كانوا بنات أو أولاد؟ الخبرة لها دور أكيد باللعب، لكن هي ممارسة. كثر اللعب، كثر ما أنت تمارسين اللعب، كثر ما أنت تشوفين وضعيات في اللعب، كثر ما أنت تحللين اللعب، يعني الخبرة لها دور، بس بعد الممارسة أنا أظن أن هي أهم من الخبرة. نعم، رقعة الدامة فيها قرب من رقعة الشطرنج، وليس هناك تشابه بالتأكيد، فهذه لعبة وهذه لعبة، فلو تحدثنا عن الاختلاف اللي بينهم. رقعة الشطرنج في، ممكن خلينا نقول في تشابه بعدد المربعات 64 64، بس أنا ما عندي يعني الخبر الكافي في لعبة الشطرنج، بس أظن أن اللعبة مختلفة، يعني اختلاف كلي فيها، يمكن تشابه واحد اللي هي الثنتين ألعاب ما تعتمد على الحظ كلش، يعني ألعاب ذهنية. فأظن بس الرقعة اللي هي عدد المربعات، حتى هم طاولتهم غير، يعني أظن مربع ومربع، مربع فاضي، مربع قامج، مربع. إحنا لا، إحنا رقعتنا تكون بيضة وتكون مكونة من 64 مربع. فهد أحمد بوفرسن، منظم في مجلس الدامة، شكرا لك على هذا اليوم. شكرا لكم، شكرا جزيلا. مشاهدين، أنا ما زلت متواصلة معاكم من مجلس الدامة، وحاليا باخذ لقاءات مع أحد الأساتذة اللي عندنا موجودين واللعيبة القدماء. يسعدني أن أرحب بالوالد يوسف جمال. السلام عليكم الوالد. الله يسلمك أبوي، الله حافظك. عليكم السلام الوالد. لو تحدثنا عن هذه اللعبة، من متى أنت تمارس لعبة الدامة؟ والله من قرابة 35 سنة. إيه ما شاء الله. وهل عندك مثلا حد من الأبناء حاب أن يتعلم هاللعبة، ولا دخل في بطولات فيها؟ والله تبين الصجلة،
العيال مبتعدين، عيالي يعني بس الشباب البحريني وايد يلعبها وايد. اليوم انتم بما ان انتم تمتلكون هذه الخبره، فشو تنصحون الشباب اللي مقبلين مثلا على هذه اللعبه او حتى اللي حابين يتعلمونها؟ انصحهم ان يحضرون المجلس، يتعلمون، يسالون عن اي شيء، احنا حاضرين لهم يعني نجاوب نعلمهم وكذا يعني. الوالد هل شاركت في بطولات سابقا ولا؟ كثيره. احرزت القاب؟ احرزت المركز الاول سنه 2011 او 2010. اي ما شاء الله. شكرا لك الوالد ونتمنى لك التوفيق ومبروك عليك الفوز ولو اني جاي متاخر. حياك الله. يحييك. مشكوره. انت مشكوره. الله يحفظكم. مشاهدينا انا بعدني متواصله معاكم. يسعدني ارحب بالوالد ايضا واللاعب عندنا يعقوب يوسف. السلام عليكم الوالد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الوالد حدثنا، من متى انت تمارس لعبه الدامه؟ أختي العزيزة أو بنتي العزيزة، قبل ما أتكلم عن الدامة أحب أقدم وأوجه شكر جزيل إلى حكومة الشارقة على حسن الضيافة، ونتمنى لحكومة الشارقة ولشعب الشارقة الكريم المضياف كل التوفيق والنجاح، طبعا وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر، سلطان دكتور سلطان، وعلى رأسهم الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله على هذه الرعاية والاهتمام ومؤازرته لهذا التراث اللي يعني صراحة يعني يفهم الأجيال الجديدة بما كان آباؤنا وأجدادنا يعملون في البحر ولا في البر وفي أماكن ثانية من الجزيرة العربية والإمارات والخليج كامل يعني. فنشكره على اهتمامه وشكرا جزيلا لحكومة الشارقة مثل ما قلت. الله يحفظ حاكم الشارقة، حريص على أن التراث يبقى متأصل في إمارة الشارقة وفي دولة الإمارات ليطلع عليه الجيل القادم بالتأكيد. فحين نتحدث عن لعبة الدامة، من متى أنت تمارس هاللعبة؟ والله أنا والأخ العزيز يوسف من مثل ما قلت من 35 سنة وأكثر بعد، يعني لعبة ذهنية فيها توسعة صدر وفيها تشغيل مخ، الواحد يشغل يعني ذهنه للعبة هذه ويطلع دامات بحركات وبأساليب جميلة يعني في الدامة بالتأكيد، وهي أيضا تحيي روح التنافس فيما بين المتسابقين. هل أحرزت عدد من الألقاب؟ مع الأسف لا، يعني أنا مجرد أعتبر نفسي هاوي ومحب للعبة هذه، لعبة الدامة أحب اللعبة جدا جميلة يعني، وفيها مثل ما تقولين هي القصد من لعبة الدامة اللي هي التقارب والتقابل بين الأصدقاء الموجودين في هالمجال، هذه مجال الدامة، فهم أصدقاء من سنين يعني، فالهدف إن نتقابل ونتكلم في أمور مو بشرط إنها في الدامة، لا يعني أمور تنفعنا يعني. الوالد يعقوب يوسف شكرا لك ونتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا لكم وأشكر تلفزيون الشارقة على هذه المقابلة الجيدة. شكرا لك. مشاهدينا عودة الآن إلى الزميل محمد في الاستديو. محمد لك الكلمة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ويا هلا ويا مرحبا بكم، ومستمرين في هذا النقل المباشر والحي لأيام الشارقة التراثية من منطقة قلب الشارقة على وجه الخصوص. مشاهدينا الكرام، وإلى تقريرنا التالي، حيث أيام الشارقة التراثية التي تعتبر جامعة للتراث والفنون كذلك، وفي هذا الصدد استضافت الأيام معرضا فنيا نظمته جمعية الإمارات للفنون التشكيلية تحت عنوان نوافذ من متاحف الآثار للفنانة عائشة السويدي. تفاصيل أكثر حول هذا المعرض سنتابعها ونتعرف عليها من خلال التقرير التالي.
تواصل أيام الشارقة التراثية فعالية نسختها 19 في ساحة التراث بقلب الشارقة النابض بالعديد من الأنشطة التراثية والعروض الفنية مع توافد عشاق التراث في الأسبوع الثاني من جميع مدن وأنحاء إمارة الشارقة، حيث استضافت المعرض الفني الذي تنظمه جمعية الإمارة للفنون التشكيلية تحت عنوان نوافذ من متاحف الأثر للفنانة عائشة السويدي. المعرض فيه دراسة بصرية جميلة لآثار الإمارات، وقدمت الآثار يعني بشكل فني ولكن أيضا شكل مغري للحضور، لأن يعني يدرسوا هذا الأثر بعد أن تم تكبيره، وأيضا أن يغريهم بأن يزوروا المتاحف للنظر إلى الأثر بشكل خاص وبشكل منفرد. يتضمن المعرض مجموعة لوحات منتقاة من خلال زياراتها المختلفة لعدد من متاحف الآثار في الدولة، ويسعى لتأكيد العمق الحضاري والتاريخي لدولة الإمارات، حيث تجسد كل لوحة في المعرض قطعة أثرية مختلفة ومميزة لتحمل رسائل للأجيال القادمة عن تاريخ آثار الإمارات بما فيها من قيمة جمالية ومعرفية فريدة. وتولي دولة الإمارات العربية اهتمام كبير بقطاع الآثار والمكتشفات الأثرية، لأنها تسلط الضوء على حضارات الإمارات العريقة في جميع جوانب الحياة وعلاقتها بالحضارات المجاورة والحركة الاقتصادية والتجارية في تلك الحقبة الزمنية. تحرص جمعية الإمارات للفنون التشكيلية على مواصلة رسالتها النبيلة الهادفة في دعم الفن والفنانين بالدولة، والعمل على رفض الحركة التشكيلية الإماراتية بالأسماء الفنية الجديدة، إلى جانب خلق مساحة كبيرة من التفاعل بين الأجيال. إذن مستمرين معاكم مشاهدين الكرام وإلى فقرتنا التالية حول مشاركات الدول الشقيقة والصديقة في أيام الشارقة التراثية، وننوه في كل حلقة بأن يعني هذه المشاركات مميزة للغاية، يتم من خلالها إبراز تراث هذه الدول، فنونها الشعبية، أكلاتها، أزياءها، يعني اللي تشتهر بها للرجال للنساء. فيعني حول هذا الموضوع والعديد من المواضيع الأخرى مشاهدين الكرام المرتبطة بمشاركات هذه الدول، هذه المرة سنستضيف إحدى الضيفات الكريمات التي تمثل جمهورية لبنان الشقيقة، والتي بدورها ستحدثنا عن مشاركة لبنان الحبيبة في أيام الشارقة التراثية. أرحب بالأستاذة أمينة معتوق وفاطمة معتوق، وهي مصممة أزياء. مساء الخير أستاذة فاطمة، كيف الحال؟ الحمد لله، سعيدين بشوفتكم في هذا العام. أنا أسعد والله. الله يسلمك. ما أهمية مشاركة لبنان في أيام الشارقة التراثية أستاذة؟ هلا كل دولة بهمة تكون متواجدة بأيام الشارقة التراثية، لأنه دولة الإمارات العربية عم ترسخ التراث بالعالم. نعم. لبنان معروف من أيام الفينيقيين بتراثه العريق. تواجدنا هون بيضيف كتير لنا، بيضيف كتير للبنان. نتعلم من ثقافات الغير، وأكيد حناخد يعني منعطيهم من ثقافتنا. هلأ نحن تواجدنا هون كل سنة، يعني هيدي للسنة الثانية على التوالي، شرف لنا أكيد. ألف شكر لكم لدعوتنا لنكون موجودين بيناتكم، لأنه لبنان كتير محتاج لحتى يكون في مين مهتم فيه هلأ بهالأيام خاصة. لا شك لبنان دائما في القلب ودائما معنا وبيننا. تسلم. يعني بين أهلهم وبين أخوانهم لا شك. تسلم. يعني أستاذة فاطمة، في كل عام وما بمجاملة لكم مشاركة مميزة. صحيح. لكم إضافات جديدة
في هذا العام حتى نروج للجناح اللبناني، وبالتالي يتوافد الجمهور إلى هذا المكان للاطلاع على جديد هذا الجناح في هذا العام. فعلا ما الجديد هذا العام؟ هيدي السنة تميزنا بس بالملابس. السنة الماضية كنا ضايفين الصابون والخشب، ولكن هيدي السنة اكتفينا بس بالملابس. ليش؟ لأنه الملابس هي من تراثنا القديم وتراثنا الحديث واللي جاي مستقبلا، لأنه عنوان هيدي السنة لتراث الشارقة هو تراث والمستقبل. صحيح. يعني جزء أتوقع من الأزياء اللي تعرض في الجناح اللبناني. صحيح. صحيح. هلأ البيشت عنا، التنطور هاي أرزتنا اللبنانية، العباية السوداء اللي هي كان متعارف عليها منذ القدم بلبنان فوق الفستان. صحيح. بكل يعني بكل لبنان كانوا يلبسوا العباية السوداء برضو. صح. شو ما كان لابسين من تحت. صحيح. بس لازم يلبسوا العباية السوداء لأن كانوا محتشمين إجمالا. صح. يعني الأزياء التقليدية عنصر هام من عناصر التراث. أكيد. في لبنان ومرة تعبر عدة مراحل، وفي كل مرحلة ربما كان في بعض التغييرات، بعض الإضافات، بعض اللمسات عليها. سؤالي، أبرز هذه الملامح اللي تميز الزي التراثي اللبناني؟ هلأ الزي التقليدي مثل ما منعرف بكل الحضارات عرف وعرفناه كلنا من المنحوتات والصور والرسومات اللي لقيناها على الحجر. من هيدا الاشي عرفنا تراثنا القديم. هيدا الجاكيت اللي بيلبسوها أهل الجبل. لكن ما شاء الله بيلبسوها أهل الجبل المشغول يدويا، الأزرق والأسود. يعتبر من الأزياء التقليدية التراثية. أكيد هذه أكيد أكيد. من حتى البشت، هيدا البشت الملون هو من الأزياء التراثية القديمة الحديثة. ما شاء الله. محدث يعتبر. كلها أزياء نساء هذه طبعا؟ كله أزياء نسائية. طيب. أي أنتي مصممة أزياء، لذا السنة ركزتوا على الأزياء. على الأزياء يعني أنتي ما شاء الله عليك مبدعة السنة هذه. الحمد بالأزياء. لله. الحمد لله. وبصراحة في قبول كتير كبير. وفي تواجد كتير كبير عنا بالقرى، ولما بيجي لهون بلاحظ قد في يعني ناس عم تتوافد، فهيدا شيء كتير حلو عم يضيف لنا كتير، لأن عم يعرف عننا، عم يعرف عن الأزياء اللبنانية. والحمد لله كمان أنا عم بعرف أكثر. الحمد لله. يعني اسمحي لي، أنا مو متخصص، لكن قدر الإمكان نحاول نتعلم منك تحديدا حول هذا الموضوع. يعني ما نوع القماش اللي يستخدم في صناعة مثل هذه الأزياء التقليدية، وهل له دلالات معينة؟ قديما كان ما بس عنا الحرير، الستان، الصوف، والجوخ. أيام زمان هيدي والأشياء اللي كانت تنحط على الرأس، خاصة للرجل من شعر الجمل. من شعر الجمل كان يوصلنا. هلأ مع توافد الحضارات. تسمحي لي، اللي من شعر الجمل هذا هو اللي بيقولوا له الألوسي باللبنان. طيب. هيدي بتيجي هيك مخروطية، ولكنها شوي مش مخروطية طويلة كتير، مخروطية واللون البني، تلبس فوق الرأس. يعني فوق الرأس. وكان ينحط عليها. طيب. مثل هاي الحطة اللي بتنحط هيك. هي. أهل هي الجبل. نعم. كانوا يحطوها لون أبيض. وأهل الساحل كان والجنوب أبيض ومذهبي، لازم يكون فيها قصب ذهبي. رياه هيدا المقلم. صحيح صحيح. طيب قلتي فيما بعد؟ أي بعدين توافدت وإجت كتير حروب على لبنان وعلى كل الدول العربية. نعم. هون منها الحروب الصليبية والفارسية والرومانية واليونانية. مع كل دخول ومع كل غزوة كان اللبناني ياخذ من هيدي الدول ومن حضاراتهم ويضيف للملابس عنا ويضيف لأزيائنا التقليدية. نعم. هلأ هيدا الأسود. نعم. مشغول بالقصب الذهب. قصب الذهب والفضة، هيدا من التراث الارتزانال اللبناني القديم. طيب. الأسود السادة اللي على الأب زي نسائي طبعا. أيوة. أما اللي جنبه طبعا هيدا حديث، القماش حديث. هذه عباءة ولا بشت؟ هيدا بشت. أي بشت. بشت نسائي. بشت نسائي. أي. هيدا مشغول يعني التفنن بالقماشة وبطريقة تركيبها. مش مشغول يدويا. الأول واحد عندنا اللون السمو، هيدا كمان مشغول بخيط القصب. طيب ست فاطمة، يعني
هذه الأزياء تختلف باختلاف تصاميمها بالتحديد تختلف أكيد. باختلاف المناطق مناطق. في لبنان صحيح. هلأ عنا طبعا لبنان بحكم وجوده على البحر الأبيض المتوسط وعنده أربع فصول وعنا جبل وبحر صحيح. بنفس الوقت عندك أهل الجبل كان لبسهم شوي بسيط بينما أهل الساحل لا أهل الساحل كانوا شوي عندهم فخامة بلبسهم بس عند الأميرات بالجبل الأميرات هن اللي كانوا يلبسوا الملابس الفخمة المطرزة والمرصعة بالأحجار الكريمة أهل بيروت وأهل الجنوب كانت ملابسهم كتير بسيطة أهل الجنوب وأهل البقاع معروفين أنه بسيطين وأهل زرع تراب وحجر يعني بتعرف فلباسهم كان مثلا للمرأة كان أكتر شيء عندها الكشكش مثل هيدا فستان العادي التوب العادي وعندها الكشكش اللي ينحطهم مع تطريز خفيف مش بالخيط الذهب أو الفضة لا كان بالخيط الصوف والخيوط العادية المزركشي اللي بتزين للباسة بسيط جدا أما أهل الساحل البيروت أهل بيروت وأهل الجبل لا كان عندهم فخامة بلبسهم وكلها مزركشي حديثة أزياءهم نوعا ما فخمة يعني الحديثة اللي تعتبر مدرنة بدل على هن مكانتهم الاجتماعية صحيح بدل على مكانتهم الاجتماعية بعدين اللباس كان بين الرجل والمرأة بكل مناطق لبنان موحد اللي هو الفستان لما اجت الحروب لعنا وخاصة الحروب يعني الغزوات الفارسية هن اللي أضافوا البنطلون لما يسمى بالشروال صار النساء يلبسوه بشكل مزغر مع هيك مغيط شوي من تحت وفوق تحت الفستان والرجل وقبل ذلك الرجل ماذا كان يرتدي التوب مثل اللباس التوب. العربي اللباس العربي بكل لبنان كان اللباس العربي مع الحطة والعقال حتى الحطة والعقال لحد يومنا هلأ موجود طبعا بتلاقي بلبنان كان بالجبل أو الجنوب أو البقاع بتلاقي رجال بعد طبعا لابس بنطلون عادي ولكن في حطة وعقال على رأسه بتدل على عروبته يعني أستاذة فاطمة سؤالي اليوم مثل هذه الأزياء أصبحت مرتبطة بالتراث بالتاريخ حاضرة في المهرجانات في المناسبات الرسمية فقط أم لا زالت متأصلة متجذرة لدى روح المرأة وروح الرجل الحريص على تحديدا ارتدائها في مختلف المناسبات يمكن أنا أعني أهل القرى أكثر من أهل العاصمة طبيعي بأن العاصمة اليوم متجددة ومتغيرة وأصبحت هي كذلك يعني متطورة باستمرار شوف هلأ التراث اسمه تراث ما هو قديم فهو من الماضي راح صح لكنه لم يندثر روح الإنسان بتفنى بالدنيا لكنها ما بتفنى بالآخرة اللي بيصنعه الإنسان بيبقى وبتبقى روحه معه بدليل هلأ هيدا المكان اللي نحن قاعدين فيه هيدا أكبر دليل على تراثنا وتراث الدول العربية كلها لباس اللي كان أيام زمان ما بيمشي هلأ مستحيل يمشي لأنه تعاقبت الأجيال وتعاقبت العصور وتحول يعني اللي كان زمان ينلبس هلأ لا الأجيال الروح الروح هلأ روح التراث موجود ولكنه ما فينا هلأ تيجي تلبس مرة مثل ما كانت تلبس أيام زمان تطورت وتجددت أصبح الجميع طبيعي. يجاري الموضة اليوم شيء طبيعي شيء طبيعي وأحدث مثل الصيحات يعني للأسف هلأ حلو نتطور كتير وبس عم ناخد نحن أخذنا كتير من الانتداب الفرنسي هون اللي غير وجه الثقافة وتراث لبنان أو الدول العربية صحيح. الانتداب اللي إجا غير كتير من تراثنا أخذنا منهم كتير أكتر يعني بدك تحسب كأنك بهيدي الفترة اللي أخذته الشعوب أكثر بكثير من اللي أخذته على مراحل السنين الماضية صحيح لأنه تغيرت ملابسنا كلها تغير تراثنا صار محصورة بس هيدا التراث بالفولكلور اللبناني بالدبكة بالأعراس هيدا دليل كونهم بعدهم موجودين دليل على أنه الإنسان هيدي الروح ما بده يتخلى عنها بده إياها تبقى ثابتة عنده لأنه بتذكره بماضيه وبالحضارات القديمة وبالحضارة هلأ صحيح. كمان المصممة اللبنانية فاطمة معتوق أشكرك على حضورك معنا وأشكر لكم كذلك هذه المشاركة الفاعلة في أيام الشارقة التراثية
ومتمنين أن نلقاكم إن شاء الله في مناسبات قادمة. شكراً كثير لكم، وشكراً لدولة الإمارات العربية على استضافتها لنا، وشكراً على هيدا المهرجان الكبير اللي هو كل إنسان وكل دولة أنا متأكدة بتتمنى تكون متواجدة فيه بكل سنة. ويا مرحباً بالجميع. مرسي كثير لك، شكراً، يعطيكم ألف عافية، مرسي. إذن مشاهدينا مرة أخرى ننتقل في هذه اللحظات إلى زميلتنا شماء المازمي المتواجدة في أحد أركان أيام الشارقة التراثية لتطلعنا على الجديد هناك. شكرا لك زميلي محمد. مشاهدينا أنا ما زلت متواصلة معاكم من ساحة أيام الشارقة التراثية وبالتحديد قرية تراث العالم، ومتواجدين حاليا في الجناح الفلسطيني، ومعي هناء جابر ممثلة الجناح. بداية نرحب بك معنا وحياك الله. أهلا وسهلا، حياكي. الله يحييك. تتحدث عن مشاركتكم في أيام الشارقة التراثية. بالنسبة إلي ممثلة الجناح الفلسطيني هي أول مرة بشارك، إن شاء الله يكون لنا مشاركات في السنوات القادمة. الجناح فيه تقريبا عبارة عن 3 مشاركين، منهم أخت مليس في الكعك الفلسطيني والإرشلة، أنا بالشغل اليدوي الديكوباج، وفي تراثيات اللي هي مفارش وكوشنز. نعم. نبتدي بالمفارش، وبما أن هي ما شاء الله من التراث الفلسطيني فحدثينا عنها وعن النقوشات أو الزخارف التي استخدمت فيها. عبارة عن مفارش والمخدات، هي تطريز ماكينة، وفي منهم بكون يدوي بس هاي عبارة عن ماكينة الموجودة عندنا هون كلياتها. في عندي كونة مثلا شنط الكروس للصغار، وفي كمان عنا اللي هي الشلات. هلأ التطريز بيختلف من دولة، سوري، من المدينة لأخرى لحسب المدينة اللي بيكون فيها يعني النقشة مختلفة. ما هي الفروقات بين المدن؟ لاحظت أنه ما شاء الله في اختلاف في الألوان، ما بين ربما هناك الأحمر مع الأسود، الأزرق مع الأسود، هناك الأبيض مع الألوان. هلأ أنا حسب معرفتي أنه في اللد والكفرعانة بالنسبة للأسواق بتكون فيها اللي هي الخلفية البيضة، اليافة بتكون الملونة، وكل مدينة بيختلف تطريزها عن الثانية. أنت ما شاء الله مزيج بين الألوان، بين الأزرق والوردي والأسود، فمن أي مدينة؟ مش عارفة بصراحة لأي مدينة تابعة. مش مشكلة. أنت حدث معاك عن المأكولات اللي متواجدة هنا، هي من المأكولات الفلسطينية، فحدثينا عنها. عندنا والله مصنوعات شغل بيت من مطبخ البيت الفلسطيني، عبارة عن كعك بالتمر باليانسون وحبة البركة من غير سكر. وهون عندنا الإرشلة بتتاكل عادة الصبح مع شاي أو نفس فكرة الكعك تقريبا، وهي عندها تقريبا توصيل مفرزات رمضان وأشياء متنوعة ما شاء الله. وهناك أيضا منتجات لاحظتنا معروضة، حدثينا عن هذه المنتجات. عبارة عن شغلي هو شغل يدوي ديكوباج، بختار العبارات حسب الطلب. هون عندي المدن الفلسطينية، هنا مثلا طقم فيروز او ام كلثوم، اغراض رمضان، حسب الديزاين الناس اللي بحبوها، العبارات والصور اللي بيختاروها انا بعمل على الطلب. نعم. هل تستخدمين الوان معينه للرسم على الاواني؟ الادوات والله عم بجيبها من تركيا، عباره عن جلو معين مع طبقات حمايه. الادوات مختلفه حسب الطلب، يعني مشكل عندي. وهون عندي مثلا مثل هيك كوستر، يعني انا بعمله حامي للطاوله اللي هي للمج الجلاس للمج، انا بعمله حسب التصميم كل واحد انه شو بحب. هاي الفكره، سوري، نفس الفكره يعني حسب الكتابه حسب هم شو حابين. عندي كمان اللي هي مفارش رمضان ومفارش الكروشيه، وهذا مستوردين من مصر، وسجادات صلاه للاطفال، يعني تشكيله منوعه ما شاء الله. الجناح عندكم ما شاء الله عامر بالمنتجات الفلسطينية وما شاء الله جدا جميلة. فلو بس تحدثيني عن الجهاز اللي موضوعه هناك، يقولني اللي خشب. أيوه، هي عبارة عن المهباش، هي للديكور. أساعدك أنا أحمل عنك الكوب، لو تشرحي لنا إياه.
تفتحينه؟ ما بعرف شو اسمه المفتاح بس بعرف عنه. تمام. زي فكرة المدقة أو لا مش عارفة استرالي إيش استرالي. هنا جابر شكرا لك. هلا حياك. هنا جابر عفوا شكرا لك. أهلا أهلا وسهلا نورتينا هلا حبيبتي شكرا. إذا مشاهدينا كانت هذه نقلتي، عودة الآن للزميل محمد في الاستوديو. محمد لك الكلمة. حياكم الله، شكرا زميلتي شمة، وحياكم الله مشاهدينا الكرام، ونمسي بالخير على كل من انضم لمشاهدتنا في هذه اللحظات. تقريرنا التالي حول مشاركة جمهورية إيطاليا، ويعني هذا العرض الذي لقي إقبال وتفاعل من قبل المتواجدين في هذه المنطقة، منطقة قلب الشارقة، والقادمين من زوار أيام الشارقة التراثية. هذا العرض يتمثل في عروض الدمى المتحركة التي تقدم من قبل جمهورية إيطاليا ممثلا في الجناح المشارك هنا في أيام الشارقة التراثية. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في التقرير التالي. الفنون المسرحية ومساراتها المتعددة تعد جزءاً أصيلاً في أيام الشارقة التراثية بدورتها الجديدة، حيث استضافت العديد من الفعاليات المسرحية، ومن ضمنها تم تسليط الضوء على صناعة الدمى المتحركة العريقة من إيطاليا التي تعد منبع مسرح الدمى. صناعة الدمى الخشبية وتحريكها خلال العروض هو عمل رائع، لأنني عادة ما أعمل مع الأطفال والأسر، وهذا النوع من العمل قد نجا بسبب العائلات الداعمة وخيال الأطفال الواسع ويمكنهم القيام بها، فهذه الوظيفة لا تنحصر على فئة معينة بل هي متاحة للجميع ولا تزال إلى يومنا هذا. يتم إلباس الدمى الخشبية ملابس تليق بشخصيتها في القصة، كما تملك وجهاً معبراً وشعراً أو خوذة حسب سيناريو القصة، وهذا النوع يحتاج إلى تدريبات وجهد كبير لتظهر على المسرح وكأنها تجسد شخصية حية. التجربة في أيام التراث في الشارقة رائعة، لأنه يمكنك معرفة الكثير عن الأشخاص الآخرين والثقافات الأخرى، ويمكنك مشاركة ثقافتك الخاصة معهم، حيث حظيت بالترحيب الحار والضيافة التي من النادر جدا أن أجدها في المهرجانات الأخرى. لا تزال المسارح الإيطالية تعيش فترتها الذهبية لما شهدته في حياة مسارح الدمى المتحركة التي تعد أحد عناصر الإبهار في الثقافة الشعبية. يا هلا ويا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وإلى فقرتنا الأخيرة مشاهدينا الكرام، واللي من خلالها نستعرض كذلك ما تقدمها أيام الشارقة التراثية من ملتقيات، وهذه المرة سنتوقف عند ملتقى التراث والفوتوغرافيا، وهي عبارة عن مسابقة للتصوير الفوتوغرافي تم من خلالها عرض مجموعة من الصور، تم من خلالها كذلك استعراض أحد الكتب التي تضم كذلك مجموعة من الصور، وحول هذه المشاركة وحول هذا الملتقى كذلك يسعدنا أن نستضيف في هذه اللحظات الدكتور إسلام عز العرب، وهو مشرف التراث والفوتوغرافيا في أيام شارقة التراثية. مساء الخير دكتور. مساء النور. كيف الحال؟ الحمد لله. يعني التراث والفوتوغرافيا مصطلح لا شك بأنه ملفت، وأول شيء ملفت للانتباه وكذلك ربما يعني مثير، خصوصا أن البعض تراث فوتوغرافيا. بالضبط. هو طبعا الحقيقة يعني طبعا الفوتوغرافيا أو الأفلام الوثائقية هو دورها توثيق التراث، سواء إذا كان على مستوى الصورة الفوتوغرافية أو على مستوى الفيلم. فالحقيقة كانت فكرة الملتقى أن احنا نقدر نجمع 15 دولة عربية، 31 مصور، نقدر نتعرف على ثقافة المجتمع العربي من خلال مصورين مبدعين. الحقيقة تقدمت يعني أعمال جيدة جدا، وطبعا كانت مجموعة كبيرة من الأعمال، وكانت في لجنة مختصة اختارت الأعمال
اللي إن شاء الله هتكون موجودة في كتاب سيصدر من معهد الشارقة للتراث. والمعرض اخترنا صورة تمثل المصور وبالتالي بتمثل دولته. صحيح. طيب دكتور اسلام، يعني ما الذي يتضمن هذا المعرض؟ صور لا شك، نوعية الصور هذه، وسؤالي كذلك كم عدد هذه الصور المشاركة في المعرض؟ الصور المشاركة طبعا كان يعني اكثر من مئات الصور، لكن اللي هتكون موجودة 155 صورة بالتحديد. واخترنا من كل مصور 5 صور، وكان المعرض بيتضمن صورة لكل مصور. طيب، والصور هذه متنوعة مختلفة ولا كلها مرتبطة في التراث؟ بالضبط، هي بتتكلم حضرتك على كل عناصر التراث المختلفة، من عادات وتقاليد وأزياء شعبية وحرف ومهن، يعني قدرنا نشوف ثقافة كل الدول اللي مشاركة من خلال عين المصور الفوتوغرافي. يعني دايما نقول أن المصور الفوتوغرافي يمتلك 3 عيون، يعني لأنه هو في عين المصور بتقدر ترصد هذا العنصر بشكل جمالي وبشكل فني، بحيث يقدر المشاهد والمتفرج يقدر يشوف ثقافة الدولة وكأنه هو موجود بالفعل في الدولة اللي بتعرض هذا العمل الفني. صحيح. طيب دكتور، يعني المعرض يحتضن مشاركة المصورين الفوتوغرافيين المهتمين بالتراث وبتوثيق التراث. تمام. صحيح؟ مظبوط. يعني من وجهة نظرك وفي تقديركم، ما مدى الاستفادة التي حققها هؤلاء المصورين من خلال هذه المشاركة، من خلال الاحتكاك مع المصورين الآخرين المشاركين من مختلف دول العالم؟ طبعا حضرتك عارف، يعني طبعا هو جماليات الصورة وتقنية الصورة، قدر كل مصور يقدر يكتشف ايه اللي ممكن يكون ناقص بالنسبة له ويقدر يكمله من زميله الآخر في دولة أخرى. بنتكلم على جمالية الصورة، لقطة الصورة، التكوين، زاوية التصوير. الحقيقة ده طبعا كان شيء مهم جدا عشان كل مصور يقدر يتعرف على مزايا المصور الآخر وتقنية التصوير كان شكلها إيه، وقت التصوير. طبعا كل دي يعني مسائل مهمة جدا عند صناعة الصورة الفوتوغرافية. 31 مصور، صحيح؟ 15 دولة، من 15 دولة عربية. عربية، صحيح؟ مظبوط. يعني الصور نوعا ما تراث، هل يوجد شبه فيما تم التقاطه من الصور ولا هناك تنوع في هذه الصور؟ والله طبعا انا بشكر حضرتك على السؤال الجميل ده، لانه في عناصر بالفعل متكررة من حيث الصناعات او بعض من اكسسوارات او وازياء، حرف ومهن شعبية. يعني اكثر من دولة كانت بتشارك، هي نفس المهنة طبعا لكن كانت مختلفة، وقدرنا نعرف انه في عناصر اكتر من دولة هي ما زالت بتمارس نفس المهنة، وده طبعا ده شيء كان كويس جدا وملفت. ان شاء الله نقدر نعمل اللي يكون في عندنا بنك للمعلومات، وان الصورة ستصبح في يوم من الايام هي مصدر لكل المعلومات، ونقدر نرجع ليها علشان نقدر نتعرف على ثقافتنا ونتعرف على المجتمعات العربية كلها. المفروض أن تكون عندنا صور، إذا في بعض الصور جاهزة وممكن نشوفها ونعلق عليها من خلالك دكتور. تمام. لكن الصور هذه تم تقييمها من قبل لجنة متخصصة، صحيح؟ تمام. الحقيقة طبعا عندنا لجنة متخصصة. هل تم يعني إقرار معايير معينة؟ أكيد طبعا طبعا طبعا. المعايير لتقييم الصورة الفوتوغرافية لعدة معايير، هي طبعا أولا تكون الصورة بتمثل الحرفة أو المهنة أو عنصر تراثي، بيتكلم على جمالية الصورة وحجم اللقطة وزاوية التصوير. يعني المفترض أن كل ده الحمد لله كان موجود من خلال لجنة مختصة اختارت الصور بشكل حقيقة رائع جدا. صحيح. يعني التصوير اليوم يساهم بشكل أو بآخر في حفظ وتوثيق هذا التراث؟ الحقيقة طبعا طبعا، يعني هو الصورة الفوتوغرافية هي من أحد أعمدة توثيق للتراث، لأنها هي بترصد الحدث وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك كل المصورين بتسعى جاهدا لاكتشاف التكنولوجيا الحديثة وازاي حفظ وصون التراث من خلال الصورة الفوتوغرافية. طيب، يعني اليوم هذه المسابقة هل تقام للمرة الأولى في أيام شارقة التراثية ولا سبق أن؟ لا، هي المرة الأولى. المرة الأولى. بالضبط. من وجهة نظرك اليوم كمشرف على هذا الملتقى بالتحديد، هل تشكل إضافة نوعية إلى ما يقدم من خلال الأيام؟ طبعا، أولا هو من الطرفين، يعني كون أنه مصور بيشارك في فعالية كبيرة دولية طبعا بالنسبة له شيء مهم جدا، هي
بتضيف رصيد للمصور طبعا، وكل المصورين حقيقة سعداء جدا على ما قدموا معهد الشارقة للتراث من الحقيقة من دعم لوجستي وشهادات تقدير للمشاركين، وكل مصور الحقيقة يعني هو ده كان الهدف، إن هو قدر يوصل ثقافة مجتمعه إلى دولة عريقة، دولة الإمارات العربية الشقيقة، وكل المصورين قدروا يعني يتفرجوا على أعمال بعضهم البعض، وده الحقيقة كان الشيء الجميل جدا، وكلهم الحقيقة كانوا مستفيدين من التجربة الجميلة يعني. هل لديكم حرص على إنشاء شبكة تواصل فيما بين هؤلاء المصورين؟ طبعا الحقيقة يعني يكون متخصص، لأنه أنا في أكاديمية الفنون عضو هيئة التدريس، وبالتالي معظم المشاركين هم أصدقاء، وقدرنا نتواصل طبعا مع كل المهتمين بمجال التراث على مستوى الوطن العربي، والحقيقة كان في كم كبير جدا من المصورين، لكن اللجنة اختارت، كان في لجنة لانتقاء الأعمال وانتقاء المصورين. طيب اللجنة اختارت الفائزين وتم تكريمهم؟ لا، هو الحقيقة يعني هو لا يخضع لفائزين، هي الفكرة أنه المنطقة هو عرض لموضوعات مختلفة من عناصر التراث. طيب. يعني هو ليس مهرجان للمتأهلين. المتأهلين بالضبط. نعم. نعم. وفقا للمعايير اللي وضعتها لجنة اللجنة القائمة على انتقاء الصور. طيب، يعني كذلك عندما تم انتقاء المجموعة اللي تأهلت من خلال الصور اللي شاركت فيها، لا شك بأن اللجنة كذلك من وجهة نظرها وباعتبارها لجنة متخصصة في تقييم الصور المشاركة، وجهت نصائحها سواء للمتأهلين أو لمن لم يحالفهم الحظ في التأهل في هذه المرة. والله هو الحقيقة احنا اخترنا الجميل من الأجمل من الجميل والجميل من الأجمل، يعني الحقيقة الصور كلها جميلة جدا، لكن أكتر حاجة ان احنا قدرنا يعني نوصل روح المصور من خلال أعماله. شفنا عندنا هذه مجموعة من الصور اللي نتابعها حاليا مشاركة في الملتقى، ممكن تعلق عليها دكتور؟ يعني عندنا طبعا عندنا في مصر سلطنة عمان، السعودية، ليبيا، الكويت، الإمارات، العراق، السعودية، يعني الحقيقة أعمال كلها مهمة جدا، وعناصر كتير مختلفة من التراث قدر المصور إن هو يصورها بشكل إبداعي وجمالي، لينقل الصورة الجمالية لمجتمعه عبر فعالية جميلة ومهمة مثل أيام الشرق التراثية. دكتور أنا لاحظ بعض الصور يعني بدون مجاملة دكتور وكأنها لوحة فنية، كأنها رسمة وليست صورة. في كتير من السادة الضيوف بعض الصور قالوا وكأن الصورة مرسومة، وهنا اللي بقول لحضرتك إنه المصور المهتم بصناعة الصورة الفوتوغرافية المرتبطة بالتراث هو دايما بيراعي هي صورة جمالية في النهاية، وليست ان هي صورة بيلتقط صورة من اجل التقاط صورة. طيب دكتور كيف يمكن لهؤلاء ان يطوروا من موهبتهم، ان يساهموا في الارتقاء بادواتهم الفنية ليكونوا اضافة حقيقية لتوثيق التراث العربي؟ ده احنا بنسعى جاهدا يعني من خلال فعالية مهمة، ويعني يسعى كل المصورين ان هم بيتعرفوا على ثقافة الآخر ودور الجهات المعنية، كمثل طبعا يعتز به زي معهد الشارقة للتراث، فيعني بيدعم وبيساهم في صناعة الشباب، لأن هم دول المستقبل وهم اللي بينقلوا الماضي إلى المستقبل بإذن الله إن شاء الله من خلال الصورة الفوتوغرافية ومن خلال الموهبة الإبداعية اللي بيقدروا يقدموها لنا. طيب دكتور اليوم الدول المشاركة في أيام الشارقة التراثية العربية منها والأجنبية حاضرة هنا، اليوم المصورين بدل ما يروحون ويلفون ويزورون الدول ويلتقطون الصور ويوثقونها بإمكانهم زيارة الأجنحة صحيح، وده بالفعل حصل كتير طبعا، ده طبعا بالفعل حصل، لأنه هو يعني فرصة ذهبية بالنسبة لهم، ودي الاستفادة الحقيقية من تواجد البعض، طبعا ده شيء مهم جدا طبعا. صحيح. ما هو نوع الدعم المقدم لمثل هؤلاء المصورين دكتور لتحقيق الاستمرارية في هذا المجال؟ والله يمكن عشان هي التجربة الأولى، فيعني إن شاء الله ممكن تكون في الخطة المستقبلية إن شاء الله، إن هو يعني ممكن نشوف استراتيجية معينة نقدر نساهم ونساعد كل المصورين الراغبين في الاستمرار في هذا المجال والخط اللي مرتبط بالتراث والفوتوغرافيا. يمكن يعني دكتور تكون لديكم بعض إن لم يكن تصور كامل لتطوير هذا الملتقى ومحتوى هذا الملتقى إن شاء الله في الدورات القادمة، هذه الدورة الأولى وهذه الباكورة.
لكن في الدورات القادمة دكتور، هل لديكم تصور لتحقيق إضافات جديدة؟ طبعاً أكيد. توسيع قاعدة طبعاً المشاركة؟ طبعاً أكيد طبعاً، يعني 15 دولة، ربما تكون 20 دولة 30 دولة، ممكن من كل دولة كان بيمثلها اثنين مصورين عربية أو أجنبية، بالتالي لكن هو كل الموضوعات مرتبطة بعناصر التراث المختلفة. صحيح صحيح. دكتور هؤلاء يعتبرون من فئة الهواة في التصوير ولا هم لا فقط لا محترفين؟ لا طبعاً جميعهم محترفين. طبعاً جميعهم محترفين طبعاً، هي مصورين أسماء، وفي منهم ناس يعني متخصصة وبتدرس في عالم التصوير. يعني الحقيقة الحمد لله كنا محظوظين معنا مجموعة، لأن زي ما حضرتك قلت هي بداية الانطلاق الأول للملتقى، ف الحقيقة كان مستوى رائع ومصورين بوجهة مشرفة جميلة، وقدموا أعمال الحقيقة يعني حازت قبول الجمهور سواء على المستوى العربي أو المستوى الأجنبي. صحيح. جناح الملتقى هنا أين يقع بالتحديد؟ وحدثني عن مدى الإقبال على الجناح هذا وعلى الحمد لله زيارتك. إقبال جماهيري جميل جدا، وهو المكان هو بجوار 50 عاما في حكم سمو الشيخ، ومجاور ليه، فطبعا ده من حسن حظنا. والحمد لله كان الإقبال كان كويس جدا الحمد لله، وقدروا ان هما يعني كل المترددين على الملتقى لمشاهدة الصور الفوتوغرافية كانوا بيستمتعوا، ومعظم الناس كانت بتصور الصور الفوتوغرافية لأنه بالنسبة لهم هو حدث مهم، وقدر يشوف ثقافة المجتمعات العربية من خلال هذا. صحيح. الملتقى. الدكتور إسلام عز العرب، مشرف ملتقى التراث والفوتوغرافيا، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك. يا مرحبا شكرا دكتور. للزوم. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا، قبل الختام ننوه إلى بدء سهرات منشد الشارقة، حيث ستقسم هذه السهرات إلى 3 سهرات، تبدأ الأولى منها يوم الخميس القادم الموافق 24 من مارس بمشاركة نجوم منشد الشارقة وكذلك نجوم آخرين. مشاهدين الكرام، وهذه فرصة كذلك لزيارة منشد الشارقة وتحديدا مسرح المجاز اللي راح يستضيف هذه السهرات على مدى تقريبا 3 أسابيع. ننوه كذلك بأن التذاكر مجانية لجميع الراغبين بالمشاركة والحضور تحديدا في سهرات منشد الشارقة. إذن ومع مشاهدينا الكرام هذا الفن الفلكلوري ومع هذه الفرقة الشعبية، نختتم هذا النقل المباشر والحي لأيام الشارقة التراثية تحديدا من منطقة قلب الشارقة. إلى أن نلتقيكم يوم غد، لكم منا أجمل تحية وإلى اللقاء. متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.